التحدي الثاني يلي رح يواجهكم لهالأسبوع هو اختيار أي كتاب من الكتب التي قرأتموها وتلخيصه بمئتان وثمانون حرف، ضمنهم الفواصل، النقاط، والفراغ بين الكلمات. مدة التحضير لهذا التحدي ربع ساعة فقط. حسيت الوقت كان قليل. بالتوفيق. كم من كلمة؟ 280 حرف. أنا معودة كانت إنه عد كلمات، بس إنه على الحروف وعلى الفواصل تحدي حرزان. انتهى الوقت.